مع بعض الأسئلة على شابتر 3 ليسن 2 Continue Kingdom Animalia Phylum Chordata. نبتدي مع بعض التست يور سيلف في الأول. Test yourself. Give an example for organism A. Organism A ده درجة حرارة، يعني مع تغير الفصول درجة حرارة جسمه بتتغير. إذن هو cold blooded، مش عارف يحافظ على درجة حرارة جسمه. إحنا قلنا cold blooded acquire temperature من ال environment، بيكتسب درجة حرارته من البيئة. طب مين عندنا cold blooded؟ ممكن الفيش، الامفيبيانز، الريبتايلز. قلنا لأنها cold blooded can't regulate their body temperature، مش بتعرف تنظم درجة حرارة جسمها. ال temperature بتاعتها a change according the change in the temperature of the surrounding environment. قلنا acquire the temperature من ال environment. organism A B ده درجة حرارته هي ثابتة. دي warm blooded زي ال birds وال mammals. قلنا ال organisms دي their body temperature doesn't change a lot with the change of the surrounding temperature. يعني درجة حرارة جسمها مش بتتغير مع تغير درجة حرارة البيئة اللي حواليها، لأنها use food energy to keep their body temperature constant، تستعمل طاقة الغذاء اللي بتاكله عشان تحافظ على درجة حرارة أكثر. Which of the following is from the morphological features، خصائص شكلية للأورجانيزم ده and help in هو class A. طب احنا نبص كده عليه. The chondrichthyes عرفناه منين؟ الماوس بتاعه هنا اهو ventral والجلز not covered by operculum. نمشي واحدة واحدة. الماوس بتاعه من قدام غلط، الماوس بتاعه ventral. في بيرد فينز؟ اه عنده بيرد فينز، يبقى دي صح. عنده اوبركيولم غلط، الجلز بتاعته اهي مش متغطية. عنده ميديال وبيرد فينز غلط، ما عندوش زعانف فردية وزوجية. اللي عنده ميديال وبيرد فينز ده البوري والبلطي. Osteoxysis. How far these statements are correct? The mouth of cartilaginous fish contain jaw. It carries several row of teeth. البق بتاع الكارتيليجنس فيش عنده فك وعنده تيس. اه الجملة دي صح. Also they have a rough tongue like a rasp. لا هم ما عندهمش لسان خشن زي الرسب. غلط، دي اللامبري اللي هي الأجناس. يبقى الأولى صح والتانية غلط. شوفها كده هنا على الكونتراكسيسس. قلنا عندها بيرد فينز، مش عندها ميديا. اللي عندها طنج شبه الرسب هو الأجناس. What is the difference between a ray fish and salamander? A ray fish دي الكوندراكسيسس، سالامندر ده الأمفيبيانس. طب إيه الفرق بينهم؟ نمشي واحدة واحدة. A respiration way of embryonic phases. لا هما الاتنين الإمبريونيك فيزز بريسبايجنز، يبقى مش دي ديفرنس. ثيرمال إيكوليبريم هما الاتنين كولد بلاد. نوع الاندوسكيلتون ده كارتليجينس وده بوني عظمي. اندوسكيلتون عادي عظمي. السكسس تايب لا عادي، هما الاتنين السكسس سيبريتد، يبقى المختلفين في التايب وفي اندوسكيلتون. Which of the following doesn't characterize the embryo of salamander? The embryo of salamander the amphibian. البادي بتاعه covered with a smooth skin. اه من الورم بلاد غلط. احنا قلنا كل الامفيبيان كولد بلاد، بيعيش في المية. اه التور الجنيني او الجنين بتاع السلمندر بيبقى عايش في المية وبيتنفس بالجلد. Breathe by gills. Choose the correct answer. What is the difference between A and A؟ ده reptiles. B ده salamander amphibian. نمشي واحدة. عدد التوز غلط. respiration way of adult phase لا هما الاتنين ال adult phase بيتنفسوا بال lungs. sexes types sexes separated.
الميديم اللي الفيميل ليه الاكس. اه دي ليه الاكس في الوطة، دي بتحط الوطة الاكس بتاعتها على اللاند في الارض. There are extra structures in the bodies. تركيب زيادة في الأجسام بتاعت some vertebrates عشان تخزن gases، لكن بتختلف من ال function in the living organisms. إيه الكلاسز اللي فيها حاجات بتخزن هواء؟ عندنا class osteoxysis عندها air bladder بتساعدها في ال floating وال swimming. عندنا ال aphids الطيور عندها air sacs بتستخدمها ك store house مخزن لل additional amount of air help them in breathing during flying، بتساعدها في التنفس أثناء الطيران. يبقى الأوستيكسيسز اللي هي الأسماك العظمية عندها air bladder بتساعدها إن هي swimming و floating تعوم وتطفو. والأيفز الطيور عندها air sacs بتبقى فيها زي مخزن للأير بيساعدها إن هي تتنفس وهي طايرة. To which class does this organism؟ ده السكوريل السنجاب، طبعا class mammalia، subclass Eutheria، order Rodentia أو Rodentia. Which of the following إيه اللي بيساعدنا إن أنا بحدد الكلاس اللي بينتمي لها؟ نوع الإندسكيلتون لأ، هو في كلاس ماميليا. إيه اللي بيميز كلاس ماميليا؟ الإندسكيلتون لأ، ما هي متشابهة مع الإندسكيلتون مثلا مع الريبتايل مع الإيبس. having four limbs لأ، ما الأمفيبيانز فيها four limbs. السكين كفرد وزير، اللي بيميز الماميليا ان الجلد بتاعها متغطي بشعر. وجود تيل، لا في حاجات ليها تيل زي مثلا الريبتايلز وهي عادي مش في الماميليا. يبقى اللي بيميز الماميليا ان هما كلهم كفرد ويز هير. Some babies may be born، بعض البيبي ممكن يتولدوا early before time، يتولدوا بدري قبل الميعاد بتاعهم، زي ما بنشوف أطفال مثلا تتولد في آخر الشهر الثامن، بسميها premature babies. بيحتاجوا إن إحنا نوديهم الحضانة، هي incubator. مين من الـ living organism الشبه الحالة دي؟ مين اللي إحنا خدناه إن بيولد بيبي غير مكتمل وبيحطه في الباوتش اللي في بطنه عشان يكمل البيبي، يبقى يكمل الـ development بتاعه؟ الكانجرو. ده من الميتاثيريا give birth بس ال immature young. سالماندر غلط، مش بيولد اصلا. والليزرد برضو duck the billed platypus don't give birth. يبقى الكنجرو من الميتاثيريا، هي بتولد بس بيبي immature، بتروح تحطه في الباوتش اللي في الابدومن بتاعتها لحد ما يبقى fully grown، زي بالظبط الطفل لما بنحطه في الحضانه لحد ما يبقى كويس وبعد كده يطلع من الحضانه. From the opposite table, which of the following represent each of X and Y respectively? طيب. X عنده tail و tail, fair و fair, incisors و incisors. طيب. Incisors عددهم 6 وهنا 4. مين اللي كان عددهم 6؟ الأرنب كان عنده 2 bears في الأبر جو وكان 1 bear في اللور جو اللي هي اللاجومورف. مين اللي كان عنده 4؟ 1 bear في الأبر جو 1 bear في اللور جو اللي هي الرودنشي. يبقى هنا اللاجومورفا نمشي واحدة واحدة. السكوريلا غلط، ده الرودنشي. رابت، طب نشوف دي رابت، ايوه تبع اللاجومورفا الارنب، والجيربو تبع الرودنشي. السكوريلا غلط، ده تبع الرودنشي. ماوس تبع الرودنشي. ايه السيميلاريتي بين الويل والشارك؟ الويل والشارك دول في الكائنات اللي بتعيش في المية. الويل ده ماميليا، الشارك ده كوندراكسيسز. الماوس بليس، مكان الماوس غلط. الامبريو لا، الماميليا دي بتولد لكن الشارك دي اكس. تايب اوف فيرتلايزيشن او هما الاثنين انترنال فيرتلايزيشن. respiration method غلط، دي breathe by lungs، الشارك breathe by gills.
نبتدي مع بعض الأسئلة بتاعة شابتر 3 ليسن 2 كونتينيو كينجدم أنيماليا فايلم كورداتا. أول واحد which of the following doesn't characterize vertebrates، مين اللي مش بيميز الفيرتبريتس؟ نمشي واحدة واحدة. The presence of skull، لا عندها skull يبقى دي غلط. Multi chambered heart، عندها قلب متعدد الحجرات. عندها closed blood circulation، ايه اللي مش بيميزها؟ open the blood circulation، غلط، هي مش دورة دموية مفتوحة، هي مقفولة، احنا بنبقى عايشين الدم مش طالع مننا، لا يبقى عندنا closed blood circulation، عندنا skull، عندنا multi chambered heart. From the opposite figure to which does organism X and Y belong respectively؟ طيب organism X ده درجة حرارته بيحافظ عليها هي ثابتة، يبقى ده warm blooded. درجة حرارة Y بتتغير مع تغير ده season of the year، مع تغير درجة حرارة الجو، يبقى ده warm blooded. مين ال warm blooded؟ ال Aves ماشي، بس ال cold blooded لا، الماميليا warm blooded، يبقى دي غلط. Chondrichthyesis دي cold blooded، غلط. الماميليا warm blooded، واي amphibian الامفيبيان cold blooded. اوستيكسيسيس لا دي cold blooded. احنا بصوا عندنا لحد الايفس يعني اجناس وكوندريكسيسيس واوستيكسيسيس وامفيبيان وريبتايلز، كل ده cold blooded مش بيعرف يحافظ على درجة حرارة جسمه. الايفس والماميليا warm blooded. The following diagram illustrates the thermal range. The following diagram illustrates the thermal range of the body temperature for two different species of animal X and Y. هنا بيقول لك الثيرمال رينج المدى الحراري بتاعهم. طيب which of the following can be concluded؟ بصوا X درجة حرارة جسمه بتتغير قد إيه؟ من 10 ل 30، إذا ده cold blooded. acquired temperature من ال environment اللي حواليه، لكن واي درجة حرارته اهي مش بتتغير كتير، تعتبر ثابتة اهي. يبقى إذا X cold blooded، واي warm blooded. الباقي كله غلط. Studies of following fish then answer. Which of the following have a soft connective tissue؟ يعني ايه soft connective tissue؟ اللي هو cartilage او cartilaginous skeleton. طب نمشي واحدة واحدة. دي cartilaginous، دي بوني، دي بوني، دي cartilaginous، يبقى 1 و 4. اللامبري الهيكل الداخلي cartilaginous، والشارك دي تبع الكوندريكسيسس الهيكل الداخلي cartilaginous، لكن البلطي والبوري دول الاوستيكسيسس بيبقى بوني اندوسكيلتون او هارد كونكتيف تيشو. which fishes are cylindrical in shape؟ مين شكلها cylindrical وعندها cartilaginous endoskeleton؟ دي طبعا شكلها مش cylindrical، دي cylindrical اسطوانيه وcartilaginous endoskeleton، هتبقى four only. سمكه اللامبري. What is the difference between the two opposite organisms؟ طيب دي شارك كوندريكسيسس ودي بوري اوستيكسيسس. طيب ايه الفرق بينهم؟ نوع الاندوسكيلتون دي كارتيليجينس ودي بوني. نوع الدم هما الاثنين كولد بلاد. جلز عندهم جلز هما الاثنين، عندهم بيرد فينز There are some living organisms live in Red Sea. في بعض الكائنات عايشة في البحر الأحمر with different sizes and have endoskeleton في كالسيوم. المعنى endoskeleton في كالسيوم يعني بوني عظامي. احنا عارفين ان العظم البون في كالسيوم. Which of the following classes؟ Chondrichthyesis غلط، دي cartilaginous endoskeleton. Osteichthyesis عندها بوني endoskeleton. Agnatha عندها cartilaginous endoskeleton. كراستيشيا ما عندهاش اندوسكيلتون، عندها اكزوسكيلتون.
تبع الأرثروبودا في الانفرتبريتس. Which of the following doesn't characterize chondrichthyesis؟ يعني كلها خصائص الكوندريكسيسز ما عدا واحدة. الماوس بتاعتها فيها تيس او، عندها اندوسكيلتون اه نوعه كارتليجنس، عندها اوبركولم غطى للجلز، لا ما عندهاش اوبركولم، نوت هاف اوبركولم. اللي عندها اوبركولم هي الاوستيكسيسز. البادي بتاعتها اكواير التمبريتشر من الوتر، يعني بتكتسب الحرارة من الوتر، يعني كولد بلادد، يعني بتتغير درجة حرارة جسمها بتغير الانفايرمنت. Which of the following characterize Lambre شارك بوري؟ هما التلاتة، لامبري دي أجناثا، شارك دي كوندريكسيسس، بوري دي أوستيكسيسس. طيب عندهم فينز غلط، عندك اللامبري ما عندهاش فينز، عندهم اندوسكيلتون اه، هما التلاتة عندهم اندوسكيلتون بيختلف نوعه، طبعا اللامبري والشارك كارتليجينس والبوري بوني. هو بيقولك ان هي عندها اندوسكيلتون. ريجوليت البادي تمبريتشر، لا هما التلاتة كولد بلاد، ما بيعرفوش ينظموا درجة حرارة جسمهم، عندهم ميديال فينز غلط، البوري بس اللي عنده ميديال فينز. Which of the following represents the difference between a ray fish and lamprey؟ A ray fish the chondrichthyesis and lamprey the agnatha. Presence of teeth، احنا بنقول ايه الفرق بينهم؟ لا هما الاثنين عندهم teeth. Presence of bare fins، اللامبري ما عندهاش fins، ما عندهاش زعانف. Thermal equilibrium، هما الاثنين cold blooded. نوع الاندوسكيلتون، هما الاثنين cartilaginous endoskeleton. يبقى قلنا اللامبري ما عندهاش بير ديفنس، يبقى ده الاختلاف بينهم، ان دي عندها بير ديفنس ودي ما عندهاش. What is the difference between البوني فيش والادلت ستيج اوف امفيبيان؟ طب نمشي واحده، السكس سيبريشن اه، السكس سيبريشن تمام، هما الاثنين سكس سيبريتد، يبقى مش فرق بينهم، ده تشابه، يبقى دي مش هتنفع. نوع الفيرتلايزيشن، البوني فيش بيبقى الفيرتلايزيشن اكسترنال، والادلت ستيج الفيرتلايزيشن اكسترنال، يعني دول شبه بعض. هو بيقولك ايه الاختلاف بينهم؟ way of respiration، الفيش breathe by gills، والادلت ستيج بتاعت الامفيبيان breathe by lung and skin. thermal equilibrium، هما الاثنين cold blooded، يعني مش اختلاف بينهم. هو بيقولك ايه الفرق بينهم؟ السكس سيبريشن، هما الاثنين سكس سيبريتد، هما الاثنين اكسترنال فيرتلايزيشن، هما الاثنين كولد بلادد، لكن طريقه البريس الريسبيريشن التنفس دي بريس باي جيلز ودي بريس باي لانجز اند سكين. Which of the following living organisms البادي بتاعها متغطي بسموث سليمي سكين؟ مين اللي جسمها بيتغطى بسموث سليمي سكين؟ هي الامفيبيانز زي الفروج والسلامندر، طبعا هنا السلامندر تبع الامفيبيان، الشرق غلط، دول تبع الريبتايلز بيبقى دراي سكين، ودي تبع الايه الشارك تبع الكوندريكسيسس بيبقى جسمها بيتغطى بسكيلز كده شبه التيس. مين من دول الادلت ستيج بريز باي سكين اند لانج؟ مين اللي عندنا الادلت ستيج بتاعته بتتنفس بالسكين واللانج؟ هي الامفيبيان زي الفروج والسلامات، يبقى هي دي قلنا ليها طريقتين، الامبريونيك ستيج بريز باي جيلز، والادلت ستيج بريز باي سكين اند لانج. دي كلها بتتنفس باللانج، ما عندهاش امبريونيك ستيج ولا ادلت ستيج. دي ريبتايلز بريز باي لانجز، ده ريبتايلز بريز باي لانجز. Which of the following living organisms the fertilization is external؟ مين اللي عندنا ال fertilization external؟ طب نمشي واحدة واحدة منهم ونشوفها. طيب دي ال ray fish ال fertilization internal غلط، الفروج تبع ال amphibian ال fertilization external، الجيكو ده تبع ال reptiles fertilization internal، دي تبع ال reptiles ال fertilization internal. Which of the following living organisms البادي بتاعه ما عندوش internal support؟
يعني ما عندوش هيكل داخلي او دعامه داخليه. الليزرد تبع الريبتايلز عندها، تبع الفيرتبريتس، يبقى دي مش هتنفع. الجيكو تبع الريبتايلز عندها طبعا. السكوربين تبع الانفيرتبريتس اللافقاريات بيبقى عندها external support او exoskeleton. السلامندر تبع الامفيبيانز عندها internal support من جوه. In which of the following tortoise بتختلف عن التود؟ طب التورتويز دي ريبتايلز والتود دي امفيبيانز. ثيرمال اكوليبرام، لا هما الاثنين كولد بلادد، يبقى دول متشابهين. وبيقولك بيختلفوا في ايه؟ عدد الليمز، هم الاثنين عندهم 4 ليمز. عدد التوز 4 بنداكتايل ليمز. نوع الفيرتلايزيشن، التورتويز انترنال والتود اكسترنال. Which of the following living organisms ال embryonic stage مش بريس الأكسجين، يعني مش بريس by gills، بيقولك بتتنفس الأكسجين اللي دايب في المية. الفروج طبعا عندها ال embryonic stage مش هتنفع. السلمندر تبع ال amphibian ال embryonic stage بريس by gills. الليزرد دي لل reptiles ما عندهاش embryonic stage بريس by gills. الريفش السمك طبعا بيتنفس بالجلز. In which of the following does bolty fish بتشارك ال embryonic stage of toad في ايه؟ نمشي واحدة. Way of respiration of ال bolty breathe by gills وال embryonic stage بتاعة التود اللي هي ال amphibian breathe by gills، يبقى بيتشابهوا في طريقة ال respiration. Air bladder التود ما عندهاش air bladder. Bird fins التود ما عندهاش fins، زعانف. شكل ال skin مختلف طبعا، هنا متغطية ب bony skin وهنا متغطية بسموس سليم سكين. What is the difference between pigeon and bat? Pigeon the avis tuyur, bat the mammalia, subclass Eusaria, order Chiroptera. نمشي واحدة واحدة. مختلفين في ايه؟ thermal stability؟ لا مش مختلفين فيها، ده هما الاتنين warm blood. Modification of four limbs؟ لأ متشابهين فيها، ده هما الاتنين modified into wings. Way of respiration؟ هما الاتنين breathe by lungs. الكلاس اللي بينتموا له دي class avis ودي class mammalia. Study the characteristic of the following living organisms. Organism 1 الجينيتك ماتيريال موجودة في السيتوبلازم. مين اللي كانت المادة الوراثية بتاعته موجودة في السيتوبلازم كده؟ المنيرة. منيرة اللي فيها جرين بلاستيد اللي عندها ايس بوت ايه وجلينه، كانت بتنتمي لمملكه الايه البروتيستا. الفيميل بتاعتها في فابوراس بتولد وبترضع البيبي بتاعها الانيماليا. طيب يبقى اول واحده دي غلط ودي غلط ودي دي غلط. احنا قلنا منيره وبروتيستا ودي انيماليا. Which of the following living organisms is correct؟ مين من الجمل دي صح؟ نمشي واحدة. كل ال aquatic animal breathe by gills غلط، اللي هي عندك الويل والدولفين ده تبع الماميليا breathe by lungs. كل الفيش عندها air bladder غلط، دي بعض أنواع الأوستيكسيسس. الويل breathe by gills غلط breathe by lungs. البوني فيش بتشارك البوني فيش بتشارك ال embryonic stage بتاع الأمفيبيان في طريقة ال respiration لأنها breathe by gills، والإمبريونيك ستيج بتاع الأمفيبيان بريز باي جيلز. Which of the following is correct about the opposite organism؟ الأوبزيت أورجانيزم ده عندنا ضجد بيلد بلاتيبس. بينتمي، نمشي واحدة واحدة، بينتمي للأيوسيريا غلط، بينتمي للبروتوسيريا. give birth to its young؟ لا هو مش بيولد، هو ليه ايج بس ساقل اليانج بتاعته. get rid of urine and feces في local opening؟ ايوه عنده فتحه مجمعه بيطلع منها اليورين والفيسز والايجز. بينتمي الاوردر كارنيفورا؟ غلط، قلنا بينتمي للسب كلاس اي بروتوسيري. which of the following statement is wrong؟ في جمله غلط. طيب كل الماملز ساقل اليانج، دي جمله صح.
بعض الماملز لي ايج زي الدوج ديبلد بلاتيبس. كل الماملز هاف قناين غلط، كلها عندها انياب. عندك في ماملز ما فيهاش سنان اصلا زي الايدنتاتا، قلنا بعضها ما عندهاش سنان خالص. كل الماملز بليز باي لونج او What is the correct ascending arrangement؟ الترتيب التصاعدي للسلمندر والأوستريتش والراي فيش والليزرد. طب نمشي واحدة واحدة، مين أقل واحدة فيهم؟ الراي فيش كوندراكسيسس، بعديها السلمندر أمفيبيانز، بعديها الليزرد ريبتايلز، بعديها الأوستريتش إيفيز. هتبقى الإجابة دي، يبقى هنا كوندراكسيسس أمفيبيانز ريبتايلز إيفيز. مين من دول البادي بتاعتها تمبريتشر مش بتتأثر، يعني وورم بلاد؟ نمشي واحدة واحدة، الأوستريتش طبعا تبع الإيفز الطيور وورم بلاد، السلمندر أمفيبيان كولد بلاد، الليزرد ريبتايل كولد بلاد، كاميليون ريبتايل كولد بلاد. Which of the following living organisms الفيميل بتاعتها not viviparous مش بتولد؟ الويل ده تبع الايوسيريا بتولد، كلاس ماميليا سب كلاس ايوسيريا. الدك دي بيلد بلاتيبس ايوه مش بتولد، ليه ايج؟ لكن انا حطيتها في الماميليا لانها ايه سايكل زيريان فروم ذا ماماري جلاندز. الكانجرو من الميتاسيريا بيولد، الارماديلو من الايوسيريا اوردر ايدنتيتا بيولد فيفابروس، يبقى الوحيد ضغط بيلد بلاتيبس. What is the correct ascending arrangement for the following animals according to evolution؟ التقدم بتاع ضغط بيلد بلاتيبس وارماديلو والكاكو هما الثلاثة في كلاس مامالي، بس الضغط بيلد بلاتيبس ده سب كلاس بروتوسيريا، بعديها مين؟ الكانجو ميتاسيريا، الارماديلو ايوسيريا الثدييات الحقيقية. هتبقى الإجابة دي، يبقى هنا ده بروتوسيريا سب كلاس بروتوسيريا، سب كلاس ميتاسيريا، سب كلاس ايوسيريا اوردر ايدنتيت. Which of the following is from the most developed اكتر كائنات متقدمة عايشة في المية؟ طبعا هي الويل والدولفين لانها كلاس ماميليا سب كلاس ايوسيريا اوردر سيتيشيا. الشارك دي كوندراكسيسس، البرون دي اصلا انفرتبريت تبع الاروس ربودة، البوري ده من الاوستيكسيسس، study the following tables and answer. ability of two fly هما الاثنين بيقدروا يطيروا، بس واحد عدد الصوابع اربعة وواحد عدد، احنا قلنا ان الصوابع اربعة هي الايبس والصوابع خمسة الماميليا البيت. طيب انهي كلاس بينتمي له A و B؟ هتبقى الإجابة C، أمفيبيان مش بتطير أصلا، ماميليا صوابعها خمسة، ريبتايلز مش بتطير. What is the common character between the organisms دول؟ X دي بوري، واي ده سيل سبع البحر. احنا قلنا سبع البحر ده نكتبه كده، ده سيل، ده البوري. طيب ايه المشترك بينهم؟ نمشي واحدة واحدة، عنده اوبركيولم، ده عنده اوبركيولم، ده ما عندوش، ده تبع الماميليا اوردر بيبقى الكارنيفورا. Fertilization type هنا external وهنا internal. Separation of sexes هما الاثنين sex separated، يعني يميل يا فيميل. الability to regulate البد... قدرة تنظيم درجة الحرارة، لا ده cold blooded وده warm blooded. ايه التاكسونوميك ده؟ البات مهم جدا، البات في الامتحانات. ليه انا سميته تبع الكلاس ماميليا مع انه بيطير؟ لان احنا قلنا ان هو بيولد give birth and cycle اليونج بتاعه. الهابيتات لا، هما الاثنين بيطيروا زي الايبس. طريقة الريسبيريشن هو زي الإيفز بيتنفس باللنج. نوع الفيرتلايزيشن انترنال، الإمبريو جروس بليس.
مكان احنا قلنا الايفز لاي ايجز، لكن الماميليا جيف بيرث اند ساكلز ذير يونج، يبقى بتولد وعندها بلاسينتا ماملز. Which of the following is from the common characteristic؟ مين الخصائص المشتركة في كل الماملز؟ طيب نمشي واحدة واحدة. Give birth؟ لا، لأن عندك الدك ديفيلد بلاتيبس تبع البروتوسيريا مش بتولد لي اكس. Suckle their young؟ اه كلهم suckle their young from the mammary gland. البورن individual fully developed؟ لا، مش مكتمل بالكامل. ليه؟ لأنك عندك أولا البروتوسيريا مش بتولد، عندك الميتاسيريا زي الكانجرو بتدي immature young. المذر جيف بيرث اند ساكل؟ لا، بتولد. لا، عندك البروتوسيريا مش بتولد لي اكس، لكن كلهم ساكل زير يونج فروم ذا ماماري جلاند. Which of the following doesn't characterize the whale؟ يعني كله بصفات للويل الحوت ما عدا حاجه واحده. احنا عارفين ان الويل ده تبع الكلاس ماميليا، سب كلاس ايوسيريا، اوردر سيتيشي. البادي تمبريتشر بتاعته كونستانت؟ اه، وورم بلادد. الفور لامبس موديفايد انتو بدل لايك؟ اه، بتتحور لمجاديف عشان يقدر يعوم. بريز بيتنفس زي كل الاكواتيك اورجانيزمز؟ غلط، ده بريز باي لانج، لكن باقي الاكواتيك اورجانيزمز بتتنفس بالجلس. الهايند لامبس ديسابيرد، الاطراف الخلفيه اختفت ايضا. وات از ا كومون كاركتر داز ذا رابت شير ويز سكيريل؟ رابت ده لاجومورفا، اسكوريلا ده رودينشيا او رودينتيا. طيب الاوردر اللي بينتموا لهم؟ لا، ده لاجومورفا وده رودينشيا. النمبر اوف انسايزرز في الابر جو؟ ده عنده 2 بير وده عنده 1 بير في الابر جو. تيل لينث؟ ده الديل بتاعه قصير وده الديل بتاعه طويل. عدد الانسايزرز في اللور جو؟ ده عنده 1 بير في اللور جو الفك السفلي وده عنده 1 بير. What is the difference between rhinoceros و deer؟ الدير دي الغزالة تبع الارتيودكتل والراينوسروس تبع البريسودكتل. طيب ايه الفرق بينهم؟ مود اوف نيوتريشن؟ لا، هما الاتنين هيربيفورس بياكلوا اعشاب. عدد الليمبس؟ هما الاتنين فور ليمبس. عدد التوز الصوابع؟ دي الراينوسروس ده بريسودكتلا اوتود عددها فردي، الدير تبع الارتيودكتلا عددها ايفن تود عددها زوجي، يبقى دي واحد او ثلاثة ودي ايفن تود. الكلاس اللي بينتمولها هما الاثنين تبع الكلاس ماميليا. What is the difference between البات والهوك؟ هوك ده ايفز، بات ده كلاس ماميليا سب كلاس ايوسيريا اوردر كايروبتر. نمشي واحدة واحدة. نوع الفيرتلايزيشن؟ لا، هما الاثنين انترنال. الموديفيكيشن اوف فور ليمبس؟ هما الاثنين الفور ليمبس اتحولت لوينجز اجنحه عشان يقدر يطير. عدد التوز في الهايند ليمبس؟ ايوه، هنا عدد الصوابع ده 5 والهوك عنده 4 ديجيتس 4 صوابع. مين اوف لوكوموشن؟ هما الاثنين فلاي بيطير. Which of the following is not from the characteristic of gerbil؟ الجيربو ده تبع ايه؟ تبع الكلاس ماميليا سب كلاس ايوسيريا اوردر رودينشي. الابر جو عنده بير اوف شارب انسايزرز؟ اه، عنده بير في الابر جو، يبقى مش من خصائصه. اللور جو عنده بير اوف شارب انسايزرز؟ اه، اللور جو عنده. التيل بتاعه شورت؟ التيل بتاعه لونج، الفريند التيل بتاعها لونج، الودان بتاعتها سمول. اه، ميول، ميول ده بيجي من تزاوج الميل دونكي مع الفيميل هورس، واحنا عارفين ان الدونكي والهورس ده تبع البريسودكتر، يعني حيوانات حفرية فردية الأصابع. كارنيفورا غلط، تبع البريسودكتلا. ارتيودكتلا غلط، برايميت صح.
What of the following features characterize الهيدجهوج؟ الهيدجهوج ده تبع ايه؟ كلاس ماميليا، سب كلاس ايوسيريا، اوردر انسكتيفورا. نمشي واحدة واحدة. It from mammals lay egg. لا غلط، دي بتولد تبع الايوسيريا. اليونج بتاعتها need care after birth. محتاجة رعاية. اليونج بتاعتها to complete its growth. لا دي بتولد عادي fully developed، مكتمل، دي ايوسيريا. doesn't suckle. لا بترضع على البيبي بتاعها. The opposite figure represent two different species of living organisms. طيب ده سي ارتشن وده هيجي هوج. ده تبع الفايلم ايكاينودرماتا، ده تبع الكورداتا، كلاس ماميليا، سب كلاس ايوسيريا، اوردر انسكتيفور. طب ايه شبه بعض في ايه؟ نمشي واحده واحده. موف باي تيوب فيت غلط، ده بيتحرك بلمبس عاديه، اطراف عاديه، ده ماشي تيوب فيت، ده بيتحرك بالسباينز، وده بيتحرك برجل عاديه لمبس عاديه. هما الاثنين يونيسيكشوال. هما الاثنين يونيسيكشوال، يعني يا اما ميل يا اما فيميل. هما الاثنين بيريبروديوس اسيكشوال، غلط، ده ريبروديوس سيكشوال، بيتحركوا بالسباين، غلط، ده بيتحرك بالسباينز، ده بيتحرك بالاقدام عادي باللمبس بتاعته. Which of the following doesn't characterize the rabbit؟ مين مش بيميز الرابت؟ الرابت ده تبع اللاجومورفا، عندها بير في الاور جو، غلط، قلنا الرابت ده تبع اللاجومورفا، عندها تو بيرز يعني اربع سنين في الاور جو، عنده بير في اللور جو، التيل بتاعه شورت، ودان الارنب طبعا طويله، Which of the following من الانيمالز اللي كان فلاي وساكل زيريوم؟ مين اللي بيطير وبيرضع البيبي بتاعه؟ طبعا البات. طيب ليه؟ لان البات ده من الكلاس ماميليا، سب كلاس ايوسيريا، اوردر كايروبترا، قلنا عنده الفور لمبس موديفايد انت وينجز. طيب الاوستريتش مش بترضع البيبي بتاعها، هي بتطير، ايفز الطيور، هيدج هوج ده بيرضع البيبي بس مش بيطير، داكد بيلد بلاتيبس مش بيطير. The skin extension الامتداد الجلدي between the toes of four limbs بيميز المامل مين؟ بيميز البيت، امتداد احنا قلنا من الصباع التاني للخامس الجلد بيمتد ما بينه. ايه اللي بيميزه بقى البيت؟ ان الهايند لمبس disappeared، غلط، primitive animal كائن اولي، غلط، اليونج بتاعه اما تيور، غلط، ماتيور عادي، active during night، قلنا البيت بينشط بالليل. Study the following table which represent some characteristic of three living organisms, three vertebrates, X, Y, Z. طب نمشي واحدة X من الفورم بلاتت، from cold blooded X، غلط، من الورم بلاتت، يبقى ده ورم بلاتت. اللمبس بتاعته لو موجودة عندها أربعة ديجيت يبقى دي X، عندها خمس ديجيتس وورم بلاد يبقى ماميليا. طيب يبقى ده مين ده؟ ماميليا. ليه بقى اخترنا ماميليا؟ طيب هو ورم بلاد، احنا عندنا حاجتين في الورم بلاد، يا ماميليا يا ايفز. الايفز عندها اربع صوابع، الماميليا خمس صوابع، يبقى دي ماميليا. طب تاني واحدة كولد بلاد، طيب عندها أربع أطراف خماسية الأصابع، إحنا عندنا هنا مين؟ ريبتيليا وأمفيبيا، ممكن أمفيبيا وممكن ريبتيليا. طيب تالت واحدة كولد بلادد وورم بلادد وصوابعها أربعة إيفس، يبقى عندي الأولى ماميليا والأخيرة إيفس، هتبقى الإجابة سي. طب نشوف اخترناها ليه. قلنا ايفز هنا الطيور عندها اربع صوابع، دي غلط،
ماميليا بس الطيور وورم بلادد، يبقى دي غلط. اخر واحدة الامفيبيان مش وورم بلادد، كولد بلادد. يبقى هنا دي الماميليا وورم بلادد وعندها 5 صوابع، تاني واحدة كولد بلادد وعندها 5 صوابع ريبتيليا، وورم بلادد وعندها 4 صوابع تبقى ايفس. From the opposite diagram, which of the following organisms belong to group X؟ طيب نمشي واحدة واحدة. جروب إكس ده separated sexes, external fertilization, cold blooded, oviparous, breeds by lung. طب نمشي حتة حتة. breeds by lungs يبقى amphibians، لأن breeds by lung و cold blooded و external fertilization و separated sex، بس أنهي حاجة في الأمفيبيان؟ ال adult stage، يبقى ال adult stage of salamander. embryonic stage of lizard، لأ ال lizard ده من ال reptiles عنده internal fertilization، يبقى دي غلط. البولتي مش breathed by lungs، breathed by gills. embryonic stage of frog، الامبريونيك ستيج بتاعت الفروج بريز باي جيلز، هو هنا بيقول لك بتتنفس باللنج اكس ده. طيب نشوف واي. which of the following groups some of them can move in two different، مين اللي بيقدروا يتحركوا في وسطين؟ طيب واي دي modified for limbs, internal fertilization, separated sexes, oviparous، دي ايفس. طيب دي بعضها ما عندوش اطراف ريبتايلز، مين اللي بيقدروا يتحركوا في وسطين؟ طبعا الامفيبيانز بتتحرك عايشه في امبريونيك في الووتر، ولما بتكبر بتعيش فين؟ في العلان على الارض. يبقى اكس دي بتقدر تعيش حاجتين، اكس ومين تاني؟ الريبتايلز الزواحف، ليه؟ عندك فيه شويه زواحف عايشه في الميه، عندك الكروكودايل عايش في الميه وبيعيش ساعات في اللاند، يبقى X and Z. Which individual of the following groups expected إن التمبريتشر بتاعتها مش بتتغير مع تغير، يعني warm blooded؟ مين هنا warm blooded؟ ال Aves بس. ال Amphibian cold blooded وال Reptile cold blooded، ال Y Aves بس. Group Y only. ليه هي Aves؟ قلنا modified for limbs، يبقى Aves بتتحول لأجنحة. و sex separated و internal fertilization و oviparous و oviparous يعني لي eggs. From the dichotomous key answer the following. cold blooded organism X warm blooded، ده واحد من ال cold blooded. warm blooded البادي كفرد with feathered، مين اللي الجسم بتاعه متغطي بريش؟ الايفس الطيور اللي جسمها متغطي بهير، ماميليا عندها وينجس وعندها هوفز. طيب نمشي واحدة. to which of the following class organism X doesn't belong؟ X ده cold blooded، يبقى مش بينتمي لمين؟ أكيد مش بينتمي للماميليا، الماميليا warm blooded، لكن الريبتايل كولد بلادد والامفيبيان كولد بلادد والفيش كولد بلادد. to which of the following classes Y بينتمي لمين؟ جسم متغطي بشعر بريش، يبقى ايفز طيور فيزرز. ايه الفرق بين زي وال؟ زي ده عنده وينجس وال ده عنده هوفز حوافر، هما الاتنين ماميليا. طريقة الحركة، اللي عنده حوافر ده بيمشي واللي عنده وينجس ده بيطير زي البات، يبقى طريقة اللوكوموشن. نوع الفرتلايزيشن هما الاتنين internal تبع الماميليا، عندهم ماماري جلاند سكس سيبريتد او The following table show some characteristic of four different vertebrates. اول واحد ما عندوش شعر ولا وينجس وعنده ايج وسكيل، ده ريبتايلز. تاني واحد واي عنده هير، ماميليا بس لينج ايجز، ده بروتوسيريا.
ما عندوش هير، عنده وينجز أجنحة ولينج إيج ده إيه في الطيور، عنده هير شعري يعني ماميليا، وعنده وينجز يبقى البيت الخفاش كايروبترا. مين اللي عندها سبير ستورج اوف اكسجين؟ طبعا الايفز. زي ليه عرفناها ايفز؟ ما عندهاش هير يبقى ايفز، عندها وينجز اجنحه ولينج اكس. ايه الفرق بين واي وال؟ واي ده داك ديبلد بلاتيبس، وده كايروبترا زي بقيه الخفاش. مختلفين في ايه؟ نوع الفيرتلايزيشن، لا هما الاثنين انترنال. طريقه الريسبيريشن، هما الاثنين بريز باي لانجز. شيب اوف لمبس، هما الاثنين عندهم مختلفين في الشيب اوف لمبس، شكل الأطراف. قلنا ده واي ده بروتوسيريا دوك دي بيلد بلاتيبس، عنده فور لمبس، فور بنداكتايل لمبس، لكن ده عنده وينجز البيت الفور لمبس موديفايد اند وينجز، يبقى شكل اللمبس. نوع البلاد هما الاثنين ورم بلاد. مين من دول كولد بلادد؟ طبعا اكس اللي هي الايه الريبتايلز، لان فيها سكيلز على البادي بتاعها، والفيميل لي اكس ولا عندها اجنحة ولا عندها هير، وهي cold blood. What is the taxonomic standard؟ ايه الاساس اللي احنا على اساسه خلينا اللامبري تبع الاجناسة، لان هي عندها circular funnel shaped jawless mouth، عندها rough tongue كده شبه الرزب، ما عندهاش no bird fins، البادي بتاعها thin و eel-like. الريبتايلز من الورم بلادد، لو هي من الورم بلادد كانت نوت تشينج التمبريتشر بتاعتها، البادي تمبريتشر وولنت تشينج او وونت تشينج باي ذا تشينجينج التمبريتشر اوف ذا سراوندينج انفايرمنت، عشان كده كانت هتستخدم الفود انرجي تو كيب ذير بادي تمبريتشر كونستنت. ايه التاكسونوميك ستاندرد؟ السلمندر ليه سميته امفيبيان؟ لان البادي بتاعه سموث سليم سكين. الريسبيريشن بيحصل على تو ستيج، الامبريونيك ستيج بريز باي جالز، الادلت ستيج بريز باي سكين اند لانج. الكروكودايل ليه صنفته ريبتيليا؟ البادي بتاعه كفرد وذ دراي سكين وذ سيك هورني سكيلز، وممكن يبقى فيه عنده هورني بليدز بريز باي تو لانجز. لو البونز بتاعت السيجال بيكم سوليد اند الثوراسيك ماسل بيكم ويك، ايه اللي هيحصل؟ السيجل لو العظام بتاعته بقت ناشفة مش هيقدر يطير، will not be able to fly، لأن السوليد بونز العظم الناشف ده مش هي عظمها خفيف عشان كده بتقدر تطير، لما يبقى عظمها ناشف مش هتعرف تطير أصلا، هتبقى تقيلة، يبقى طائر النورس قلنا لو عظمه بقى صلب مش هتعرف تطير، لان هتزود الويت بتاع البادي بتاعه، والويك ثوراسيك ماسل هتبقى ضعيفه مش هتقدر تحرك الوينجز، هتلاقي الموفينج موفمنت اوبستراكشن هتوقف الحركه تاني، يبقى هنا الحركه هتضعف لان العظم بقى ناشف، بقى جسمها تقيل مش عارفه تطير، والثوراسيك ماسل ضعيفه مش عارفه تطير. كل الاكواتيك انيمال بريز باي جيلز غلط، لان عندك السيتاشيا زي الويل والدولفين بريز باي لانجز. الادابتابيليتي اوف انترنال ستراكشر اوف كويل اللي هو طائر السمان ان هو يطير، ليه طائر السمان بيقدر يطير؟ لان قلنا البونز هولو لايت مجوفه وخفيفه، الاسترنم برود واتاتش للسترونج ثوراسيك ماسل بتحرك الوينجز ديورينج فلاينج، البادي فيها اير ساك تعتبر ستور هاوس فور اديشنال اماونت اوف اير ديورينج فلاينج. منشن اكزامبل لكائنات بتجمع بين كذا صفة different kingdom، عندك الايوجلينا ده living organisms carry the characteristic of kingdom plantae and kingdom animalia، ازاي؟ عنده كلوروبلاست يعني بيعمل فوتوسينثيس زي البلانتي، وبيتحرك بالفلاجيلم زي kingdom بروتست بس زي الانيمالز، لكن هو بينتمي لكينجدم بروتست. different classes، عندك الدك دي بيلد بلاتيبس جامع بين صفات الايفز والماميليا، هو ليه ايج زي الايفز لكن في نفس الوقت ساكل زير يانج زي الماميليا. Study the following living organisms then determine. ايه الفرق بين 1 و 5؟ 1 و 5 1 ده بوري اوستيكسيسس و 5 ده فروج امفيبيان، ده كلاس اوستيكسيسس ده كلاس امفيبيان، covered with bony scales جسمها سموث سليم سكين،
بريس باي جيلز. هنا الادلت الامبريونيك ستيج بريز باي جيلز والادلت ستيج بريز باي سكين اند لانج، موف باي ميديال اند بير ديفنس، موف باي بين داكتاين ليبس. ايه الفرق بين 2 6 2 6 2؟ ده لا 2 6، سوري معلش 2 6. 2 ده رابت تبع اللاجومورفا، اوردر لاجومورفا، ده تبع الاوردر روديشيا. ده عنده 2 بيرز في الابر جو وده عنده 1 بير في الابر جو. التيل بتاعه شورت، التيل بتاعه لونج، الاير بتاعته لونج، الاير بتاعته سمول. ايه التشابه بين 2 4 2 4؟ 2 ده كلاس ماميليا، سب كلاس ايوسيريا، اوردر لاجومورف، وده كلاس ايفيس تيون. شبه بعض في ايه؟ هما الاثنين ورم بلادد، هما الاثنين عندهم فيرتبرال كولم بيحمل سباينال كورد، هما الاثنين عندهم كلوزد سيركيولاتوري سيستم، كلوزد سيركيوليشن، هما الاثنين بريز باي لانجز، هما الاثنين السكس سيبريتد والفيرتلايزيشن انترنال. 3 و5، 3 ده ريبتايلز و5 امفيبيانز. شبه بعض في ايه؟ هما الاثنين كولد بلادد، هما الاثنين عندهم 4 بين داكتايل ليمز، السكس سيبريتد. Study the following living organisms in us. ايه عدد الاورجانيزمز اللي بتنتمي لفايلم اكتر كائنات متقدمة؟ 3 و5 و6 تبع الفايلم كورداتا. ايه الاورجانيزمز اللي جواها اندوسكيلتون؟ اللي جواها اندوسكيلتون 2، قلنا الايكاينوديرماتا عندها اندوسكيلتون، و3 طبعا، و5 و6 تبع الكوردات، دي ودي عندها اكزو سكيلتون. ايه الفرق بين الاير ساك والاير بلادر؟ الاير ساك موجوده في البيردز في الطيور، act as a storehouse for the additional amount of air during flight. الاير بلادر موجوده في البوني فيش، بتساعدها في السويمنج اند فلود. ايه اللي هيحصل لو الباوتش مش موجود في الكانجرو؟ الكيس اللي في بطنه، the kangaroo young will remain immature، ممكن ديس يموت.